تأخذون أجسادكم ورؤوسكم وسنعيدكم للحياة مرة أخرى بعد أن تفارقوها. كان هذا هو الشعار الذي رفعته ما يسمى بشركات إطالة الحياة، والتي تعتبر من أكثر الشركات إثارة للجدل في العالم كله. تروج هذه الشركات لهوس بشري لطالما راود العقل البشري على مدى القرون الماضية الخلود، فهو مبتغى ينشده كل إنسان يعلم أن حياته ستنتهي في يوم ما. لكن كيف تحقق تلك الشركات مثل هذا الخلود المزعوم؟ وهل صار الخلود حقيقة فعلا أم مجرد خدعة لجني الأموال؟ تتسابق المؤسسات البحثية العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الموت بوصفه حالة مرضية يمكن علاجها والتغلب عليها، وليس بوصفه قدراً محتوماً على الإنسان لا يمكن الإفلات منه. ولكن من أين أتت تلك الفكرة الجامحة الغريبة؟ يقول مؤسسو الشركة أن فكرة إنشائها كانت بسبب حادثة جرت في ستينيات القرن الفائت، حيث وجد جسد صبي مجمد بالكامل تحت الجليد بعد أن سقط في بحيرة متجمدة وبقى هناك لثلاثة أيام متتالية. وبعد استخراج جسده ظنت الشرطة أن الصبي قد فارق الحياة، لكنه وبعد ساعات قليلة بدأ قلبه ينبض مجددا وتحركت يداه وقدماه، ليعرفوا بعدها أنه ما زال على قيد الحياة وأن الجليد قد أوقف قلبه وأعضاءه عن العمل فقط. ومن هنا نشأت الفكرة، التجميد باستطاعته أن يطيل عمر الإنسان من دون أن يقضي على حياته. وبدأت أول التجارب على الحيوانات وقد أثبتت نجاحات نسبية بحسب المسؤولين داخل الشركة. كان أولها تجربة على كلب جمد تماما لمدة 16 ساعة إلى أن توقف قلبه وأعضاؤه بشكل كامل وأصبح مثله كمثل أي كلب نافق. ثم بدأ الجزء التالي من التجربة بمحاولة إعادته للحياة، وبالفعل عاد الكلب إلى الحياة مرة ثانية ولم ينسى حتى صاحبه، وكان فعلا حيويا يلعب ويركض كما لم يحدث أي شيء. لكن كانت هذه التجربة الوحيدة التي صاحبها نجاح بهذا الشكل، فالتجربة الثانية لم تنجح وقد أقيمت على الفأر حيث جمد لساعتين فقط ثم أعيد للحياة بشكل طبيعي بعدها، لكنه لم يعش سوى 24 ساعة فقط من عودته. أرادت الشركات بعدها أن توسع نطاق تجاربها وتنتقل إلى التجربة على الإنسان مباشرة، لكنها اصطدمت بالقانون، فمثل تلك التجارب مجرمة قانونا وتعتبر كنوع من أنواع المساعدة على إنهاء الحياة. ولم تجد الشركة سوى التجربة على أشخاص قد فارقوا الحياة، وبالفعل تبرع العديد ممن توفوا بأجسادهم قبل الوفاة، وكان معظم هؤلاء من المشاهير والرياضيين والمسؤولين الكبار داخل الدولة. هدف العملية بسيط، يوضع الجسد في حوض من الثلج وتبدأ عملية تبريد تصاعدية حتى تصل إلى درجة يكون الجسد فيها عبارة عن قطعة جليد لا تتحلل ولا تتفسخ، وتتم العملية برمتها في 9 ساعات الأولى من الوفاة كي لا تموت خلاياه وأعضاؤه. وتقول الشركة أنها راقبت من خلال أجهزتها المتطورة أدمغة المتوفيين ووجدتها بالفعل تعمل بكامل حيويتها ونشاطها، وأن كل ما عليها هو حفظها والانتظار إلى أن تأتي تكنولوجيا في المستقبل تعيد هؤلاء الأشخاص إلى الحياة مرة أخرى. وإلى الآن لم تثبت التجارب أي نجاح فعلي على الإنسان، ويأمل الباحثون إجراء تلك التجارب على متطوعين جدد لكن أحياء هذه المرة. فهل تود خوض تلك التجربة قريبا؟ شاركونا آرائكم وتعليقاتكم على منصتنا.